بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر اللجنة المنظمة وأشكر الدكتور حجازي إن هو سمح لنا إن إحنا ناخد بس مكانه، لأن عندنا محاضرة بعد المحاضرة دي. الحقيقة الأنيميا في الكرونيك ليفر ديزيز لها معوال كبير قوي، وإن كانت هي في الجنرال بيبوليشن رينجينج أب تو 50%، وخصوصا في الميدل إيج جروب، خصوصا الفيميل من الأيرون ديفيشنسي أنيميا، فإحنا أكيد في الهيباتيك بنشوف الموضوع أكبر وأكبر. هنتكلم عن الريليشن بتاع الليفر مع الانيميا والكرونيك ديزيز. الانيميا بعد البلاد لوس اللي بنشوفها مع الكرونيك ليفر ديزيز وات ايفر ذا ايتيولوجي اوف بلاد لوس، الهايبر اسبلينيزم والريليشن معانا مع الانيميا، الالكوليك ليفر ديزيز والريليشن مع الانيميا، النيوتريشنال ديفيشنسي واتس افكت، والهيموليتيك انيميا اللي بنشوفها مع الليفر ديزيز من وقت لاخر، وهل في ميتابوليك ليفر ديزيز لها علاقه بالانيميا ولا لا. الحقيقه الانيميا لما لقيناها في الليفر ديزيز احنا لقيناها لحد 75% of patients are anemic. القاعده الكبيره ان احنا كل انواع الانيميا ممكن نشوفها في كل العيانين بتوع الليفر ديزيز، وغالبا هي مالتي فاكتوريال، ما هيش سنجل دايجنوزس اوف ايرون ديفيشنسي او. الانيميا اوف كرونيك ليفر ديزيز هي الانيميا اوف كرونيك ديزيز موجوده في كل العيانين ان اديشن تو اذر فاكتورز اوف انيميا. الهيموريج الحقيقه هو المسؤول عن المورتاليتي العاليه والكوموربيديتيز اللي بتحصل في العيان اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز لما بيجي له بليدنج. الهيموريج بيحصل مالتي فاكتوريال، منه الاندوثيليال ديسفانكشن عشان الشيرنج فورس في البورتال هايبرتنشن، والامبالانس ما بين الفازودايليتور والفازوكونستريكتور سبستانس، والليفر بروديوس كلوتنج فاكتور بيحصل لها مشاكل وبتقل، ومش كده بس، ده بيطلع لها انهيبيتورز من وقت للتاني، وخصوصا مع الاميون ديستربنس في الكرونيك فايرال انفكشن او مع الاوتو اميون هيباتايتس لما تبقى في الكرونيك فيز. مش كده بس، ده احنا كمان عندنا الهايبر اسبلزم والاذر كومبليكيشن، وحتى الابلاستيك انيميا بتعمل ثرومبوسايتوبينيا بتاد افكت على البليدنج والكنترول، ومش كده كمان، ده الديفكتيف بليتلت فانكشن. كمان عندنا الهايبر فايبرينولايسيس وعندنا الكرونيك دي اي سي مع الليفر ديزيز. كل دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا المورتاليتي مع الاكيوت بلاد لوس. والمشكله الكبيره في المانجمنت هي الكواجيروباسي، لو اتحسن هيحسن الريسبونس بتاع العيان، واحنا روتين كلنا بندي فيتامين كي 10 مللي جرام انجكشن اي ام او ار في او اي في. لو اتحسن الكواجيوليشن يبقى الليفر بتاع العيان ده كويس، ما اتحسنش يبقى انت محتاج الترناتيف، محتاج فريش فروزن بلازما او كرايو، وجايز كمان نوصل ان احنا نحتاج ريكومبرنت اكتيفيتد فاكتور 7، وده اكسبنسيف بس احيانا بنحتاجه، ونخلي بالنا ان هو بيعمل فاسكولار انجري، ممكن يقلب الحكايه لثرومبوزس في الاذر سايد. مش هنتكلم عن بقيه الميكانيزم، لكن هنخش نعرف ان الجي اي تي بليدنج الاكيوت فورم بتاعه هو السكند كوز اوف مورتاليتي في السيروتيك بيشنتس. الرابشر فاركس تقريبا كونستيوت 3/4 اوف كيسز. هنا هنشوف العيان بالانتيز بتاعنا بتاع الار بي سيز، هي نورموسيتيك نورموكروميك والام سي في نورم. لكن عندنا مشكله اكبر من الاكيوت، الاكيوت بيبان كلينيكال، لكن الكرونيك الحقيقه بلاد لوس هو المشكله اللي بيبقى بريزنتد بايرن ديفيشنسي انيميا. وهنا يبقى العيان مايكروسيتيك هايبوكروميك والام سي في بتاعه قليل. والايرن ستور والفريتين يبقى يا اما بوردر لاين يا اما لو، لان احنا عندنا كرونيك سيبسيس في العيانين دول وكرونيك فايرال انفكشن، فدايما الاكيوت فيز رياكتنت عاليه والفريتين هنا بيبقى عالي شويه. هنا مفيش مانع من استخدام الايرن ثيرابي لكنترول وتريت الايرن ديفيشنسي انيميا، ونبقى كيرفول ان احنا ما نقلبوش واحنا بنعالج الايرن ديفيشنسي اللي يبقى هيموكروموتوز، عشان ما نزودش الليفر انزيم، لان معروف ان الكرونيك انيميا بتقلل الريسبونس لاي ثيرابي ولاي ديزيز اخر عند العيان. يعني لو العيان بياخد انترفيرون وما عالجناش انيميا الريسبونس هيقل. العيان لو عنده نمونيا وعنده انيميا الريسبونس هيقل ويخش في الهاي ريسك. هنخش في قصه الهايبر اسبلزم وعلاقته بالانيميا، هي بتحصل بحاجتين اثنين، يا اما هيموليتك يا اما سيكوستريشن. الهيموليتك بتبان بالال دي اتش عالي والكومب نيجاتيف ومعاها الريتيكولوسايت عالي. ما لقيناش دول هتبقى هنا الانيميا بتاعنا نتيجه السيكوستريشن. الهايبر اسبلزم بيبان بريفرال سايتوبينيا والبوم مارو، يا اما نورمال يا اما هايبر سيلولر. المشكلة في المانجمنت بتاع العيان بتاع الهايبر سبلينيزم ان احنا محتاجين نعرف الليفر ستيتس كان توليريت اوبريشن ولا لا. لو توليريت يبقى سيمتوماتيك
هايبر سبلينيزم بانيميا اور مور محتاج يعمل سبلينكتومي. اللاين اللي بعده الحقيقه للسبلينك امبولايزيشن سواء توتال او بارشال، وان كان بيحافظ شويه على الاميون سيستم لكن الريسبونس بتاعه على السيتوبينيا مش زي السبلينكتومي، بيقل كتير، وكمان السبلينك الراديشن ريسبونس بتاعه اقل واقل. بيجي لنا نوع من الانيميا سكندري للعلاج بتاع الهيباتايتس انترفيرون او الريبافايرين. الحقيقه احنا عندنا بريدكتورز، اكتر من تلت العيانين بيخشوا في انيميا لو لقينا ان الهيموجلوبين بتاعنا بيضرب اكتر من جرام ونص اول اسبوعين من العلاج، هنعرف ان العيان ده هاي ريسك وهيبقى لايبل للانيميا من وقت للتاني. من فضلك ابتدي في علاج الانيميا بدري حتى لو احتاجت الريكومبيننت اريثروبيوتين. الانترفيرون بيعمل ابلاستيك انيميا وبيديسترب الكومبنساتوري ميكانيزم اللي هنعالج بيها الانيميا اللي جايه مع الريبافايرين، فبقى بيحط لنا اديشنال افكت. هنا الاريثروبيوتين من الاول هيعالج شويه ويحسن القصه. الريبافايرين مشكلته انه بيجيب هيموليسيس، وهو علاج مهم لانه بيحسن الريسبونس مع الانترفيرون. مشكلته ان احنا عشان نعالجه لازم نقلل الدوز، واما بنقلل الدوز بنقلل السستيند فايرال ريسبونس. بقت الحكايه من الناحيتين كلها داخله في مشاكل. الحقيقه الفيرميدين ده البرو دراج بتاعه ممكن يستخدم بريتيننج الافيكاسي بتاعه في علاج الهيباتايتس وبيقلل الافكت اوف هيموليس. الانيميا اوف كرونيك ليفر ديزيز هي الانيميا بتاع اني كرونيك ديزيز، مشكلتها في السيتوكاين ريليز والستورم اللي بتحصل من وقت للتاني، والتيومر نيكروزس فاكتور الفا والانترفيرون والانترلوكن بتعمل سبريشن لكل البون مارو والايرن يوتيلايزيشن، وكمان بنقلل الاريثروبيوتين. هنا علاجها الحقيقه لو مضطرين هو ما فيش غير الاريثروبيوتين. في كاتيجوري بتظهر لنا كده من وقت للتاني بتيجي سبورادك كيزز الحقيقه لكن مميته، الهيباتايتس اسوشيتد ابلاستيك انيميا، وبتيجي ببريفرال سايتوبينيا والبون مارو يبقى هايدروسيلولار. بتيجي مع الهيباتايتس بي والسي والاتش اي في والاشتامبر فيروس والايكو فيروس والبارو فيروس بي 19، وخصوصا العينين دول اللي عندهم كرونيك هيموليس زي السلاسيميك بيشنتس. الحقيقه العلاج صعب لكن مفيش قدامنا نو واي غير الاميونو سبريسيف ثيرابي او البي ام تي والبون مارو ترانسبلانتيشن. المورتاليتي ريت زيهم زي التانيين، لكن لو احتاجنا ندي بلاد برودكتس لازم تكون ايرادييتد عشان نقلل الجرافت فيرسس هوست ديزيز ليتر اون. الالكول والليفر ديزيز لو دايركت توكسيك افكت على الليفر، وبيشتغل على الار بي سيز هو والميتابولايتس بتاعه، وبيشتغل كمان على الار بي سيز والبون مارو. مش كده بس، ده هو كمان بيبقى معاه مال نيوتريشن، الفوليك اسيد والبي 12 بيقل، فبيدخلنا في القصه بتاعه النيورولوجيكال مانيفستيشن، ويبقى عندنا الام سي في عالي والهايبر سيجمنتد نيتروفيلز والميجالو بلاستويد ريسروبويس. هنا العينين دول لما يبقى معاهم بي 12 فوليك اسيد ديفيشنسي ال دي اتش بتاعهم بيزيد وبيبقى ديسبروبورشنال مع الليفل اوف انيميا، والريتك بتاعهم بيبقى قليل. عندنا واحد من اللايزوزومال ستورج ديزيز الجوشير ديزيز، هو مش كومن عندنا لكن موجود في اوروبا وموجود في الجوش. الحقيقه نفس اسباب الانيميا اللي فاتت بيتحط عليهم الانيميا بتاع البوم مارو ريبليسمنت بالجوشير سيلز، ودي بتريبليس الاول اذر اليمنتس تايب 1، ده احنا بنشوف في الادلت. والعيانين هنا بيبقى معاهم هيباتوسبينوميجالي بلس اور ماينس لمف ادينوباسي ومعاهم بليدنج تندنسي، والجوشير سيلز بتبقى كرامبل تيشو ابييرنس في البون مارو ماكروفاج. عندنا واحد تاني بدانا نشوفه من وقت للتاني في مصر، الهيريديتري هيموكروماتوزيس في الليت ستيج اوف ذا ديزيز، بيبقى معانا انيميا ومعانا انكريس ايرون ستور، يا اما جاي من الجي اي تي بليدنج سواء اكيوت او كرونيك، معانا الاندوكراينال ديزيز اللي اشرت مع الديزيز نفسه زي الهايبوثايرويديزم واللو تستوستيرون في الميل. والعينين دول لو معاهم كونكوميتنت كرونيك رينال امبيرمنت او الثلاسيميا بياد مور تو ذا افكت اوف انيميا، كمان العينين دول مور لايبل للاتش سي سي، فده انذر ايكولوجيكال فاكتور مع الهيريديتري هيموكروماتوز، وده الموست كومن سنجل ديزيز اوف جينيتك اورجن اول اوفر ذا وورلد. الكارير بتاعه 1 لـ10، والديزيز الهوموزايجس فورم بتاعه 1 لـ200 لـ1 لـ300، يعني المفروض احنا نصحصح معاه اكتر من كده. الويلسون ديزيز الحقيقه بتاع الكبر ميتابوليزم بيجي لنا بكومب نيجاتيف هيموليتيك انيميا زائد سيروزس وكاردوميوباسي وارثرايتس.
فلما نلاقي كومب نيجاتيف ومش عارفين نفسر لازم نفكر لو العيان سيروتك في الكبر ميتابوليزم والويلسون ديزيز والكايزر فليشر رينج من ضمن العلامات المهمه. عندنا انتايتي مهمه قوي هيموليتيك انيميا ان كرونيك ليفر ديزيز. انا بتكلم هنا عن الليفر ايتيولوجي بس مش الاذر كوزز. بنشوفها مع الزيف سندروم ودي هيموليتيك انيميا بتيجي في كرايسيس مع الناس الالكوهوليكس ومعاها هايبر ترايجليسرايديميا وهي كومب نيجاتيف وسيلف ليميتد. الهيباتايتس تريتمنت سواء الريبافيرين والانترفيرون او اذرز مع الهايبر سبليزم بنشوفها مع الاوتو اميون مانيفستيشن في الكرونيك اوتو اميون ليفر ديزيز مع الفيرال هيباتايتس. لو العيان عنده جي 6 بي ديفيشنسي وبيحصل له اكتيفيشن من وقت للتاني بياكتيفيت الهيموليسيس مع الويلسون ديزيز بيجي لنا كومب نيجاتيف هيموليتيك انيميا. وفي الليت ستيج بتاع الليفر ديزيز بيجي لنا حاجه هيموليتيك انيميا اسمها اكانسايتوزيس. دي بتبقى شبه الغطاء بتاع الكابولا كده في البلاد فيلم الار بي سيز ودي باد ساين اوف ليفر سيل فيلير. ان كونكلوجن ان الانيميا عندنا اوف دايفيرس ايتيولوجي في العينين اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز. البليدنج هو الموست سيفير فورم وهاي مورتاليتي. الهايبر سبلينيزم سواء بسكستريشن او الهيموليسيس موجود في جود نمبر اوف كيسز ولو سيرجيكال فيت يبقى السبلينكتوم افضلهم. الابلاستيك انيميا نتيجه الدراجز او نتيجه الديزيز من اهم الحاجات اللي بتتعالج بالبون مارو ترانسبلانتيشن. الكوليك ليفر ديزيز سواء سنجل او اسوشيتد مان نوتريشن وفاينل ميتابوليك ليفر ديزيز من الهيموكروماتوزيس او الويلسون او البوشير ديزيز هيلب ان ذيس بيشنتس. ثانك يو.